السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطار البصرة مطار العجائب بالغراب اللي ما حصلنا من عنده شيء. أنا بس بدي أسأل، أنا شغلة معينة الله يخليكم، أكو شركتين للتاكسي، شركة ب10,000 وشركة ب15. ليش ما أعرف؟ من المسؤول ما أعرف، من المسؤول على المطار غير أكو شركة معينة تأخذ الـ 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 المسافر توصله، واحد يقول ب15، احنا شركة بحدنا وشركة شايفين مطار بشركتين مع التاكسي. هو اصلا المطار البصرة طيارة جت الان وماكو طيارة بات بي، يعني ما عليه ازدحام اصلا، مخلين شركتين. شوف الفساد الاداري والمالي، شوف مخلفات كاظم فنجان وين وصلت بينا. هذا هو مطار البصرة، خلينا اقول البائس بادارته بطريقته المو صحيحة. شركتين تشتغل، وتصريحات الحكومة المحلية بأنه تم إلغاء التاكسي وسيارات المواطنين يدخلون، هاي عبارة عن كذبة ما موجودة، هاي كلام قائد الشرطة وكلام الحكومة المحلية كذب بالتاكسي. بس لكن ليش أكو سيارة ب15 وسيارة ب10؟ شركتين، حاطين شركتين على مطار طيارة ما تبات بي. شايفين الوضع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، عسى بحظكم وبختكم. من يجينا جاهل ويحكمنا هاي نتائج.